ضبط 85 طن لحوم غير صالحة ومجهولة المصدر في حملات تموينية للداخلية. وهنشوف تقرير نرجع نعلق على هذا الخبر. بالتنسيق مع فروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، وصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة حملاتها المكبرة لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط جرائم الغش التجاري والسلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر ذات الأثر الضار على صحة المواطنين. ونجحت في ضبط نحو 7 أطنان ونصف من مقطعات اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي لدى مسؤول سلاجة غير مرخصة لتعبئة وحفظ السلع الغذائية بالجيزة. ومع استمرار الحملات الأمنية بالجيزة، تمكنت الإدارة من ضبط المسؤول عن مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية لإنتاجها 9 أطنان من الزيوت والخل مجهولة المصدر، وضبط مصنع بدون ترخيص لإنتاج الملابس الجاهزة، كما أنه يستخدم خامات مجهولة المصدر في الإنتاج، حيث تم ضبط نحو 5000 قطعة ملابس جاهزة وتحت التجهيز وكمية من مستلزمات وأدوات الإنتاج. كما تمكنت الإدارة من ضبط نحو 2 طن من مفروم الدواجن ومقطعات اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمصنع لتعبئة السلع الغذائية بالقاهرة. وبنطاق القاهرة أيضاً، ضبطت الإدارة مالك مخزن بدون ترخيص تابع لشركة لتعبئة السكر الحر لحيازته نحو 7 أطنان ونصف من السكر معبأة داخل عبوات مجهولة المصدر. وعلى صعيد ضبط المستلزمات الطبية المغشوشة، تم ضبط مالك مصنع بدون ترخيص لإنتاج الكمامات الطبية بدون ترخيص لحيازته نحو 15000 قطعة مستلزمات طبية غير مطابقة للمواصفات القياسية ومجهولة المصدر، وضبط شخصين لإدارتهما مصنع لإنتاج المواد المطهرة بدون ترخيص بالجيزة يستخدم خامات مجهولة المصدر في الإنتاج مع وضع علامات تجارية مقلدة. وتم ضبط أكثر من 4 أطنان مطهرات مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام ومستلزمات إنتاج تحمل علامات تجارية غير مسجلة. ومع تواصل حملات الإدارة النوعية لضبط قضايا التلاعب في أسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمي من خلال حجبها عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها، نجحت الإدارة في ضبط 26546 عبوة سجائر تم حجبها عن التداول. وتواصل الإدارة حملاتها من أجل تحقيق مزيد من الرقابة على الأسواق ومنع التلاعب بالأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية.